30 يوما من دون سكر، تحدي يكتسح وسائل التواصل الاجتماعي والنتائج مذهلة على ما يبدو. الجميع يحب طعم الحلاوة، لكن السكر يصبح الفخ والعدو للإنسان المعاصر. مبادرة فردية على الإنترنت تحولت إلى تحدي كبير جذب اهتمام الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي. المبادرة تديرها مجموعة اسمها تحدي 30 يوما. خلونا نروح للسوشيال ونشوف تجربة محمد عويس مع قطع السكر لمدة 10 أيام. تجربتي مع قطع السكر اجت على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت عبارة عن بين اليوم الرابع والسادس تقريبا، مريت في مرحلة من العصبية والسترس مو طبيعي. المرحلة الأجمل اللي هي بعد اليوم العاشر، أول مرة أخذت يعني تذوق بسيط للسكر من بعد اليوم العاشر، صار بالنسبة لي تذوق مختلف جدا. يعني أول كنت أكل حبة الكيك الكبيرة مليان سكر ما أحس أني قاعد بأكل إشي، هلأ إذا بأكل لقمة واحدة بس يعني بتكركب، بشعر بشعور عن جد جدا مختلف. فنصيحة اقطع سكر لمدة 10 أيام، وإذا بدكم ترجعوا راح ترجعوا له كميات جدا بسيطة، لأنه أنتوا نفسكم ما راح تستحملوا السكر. طيب خلينا نروح للزميل الريان ونتعرف أكثر على التغييرات اللي راح تحصل في عقولنا وصحتنا إذا قللنا من استخدام السكر لمدى طويل. يسعد صباحك الريان. يسعد صباحك. حب السكر؟ لا، عدوة السكر. أنت السكر. شفتي كيف؟ صباحك سكر بدون سكر. تخيلوا بأن متعتنا بعد تناول الحلويات تحدث بسبب هرمون الدوبامين، وهو مادة كيميائية يطلقها الدماغ عند أكل أي شيء حلو. ولكن خفض تناول السكريات تساعد عقلك على إقامة علاقة صحية مع الطعام. الإفراط بتناول السكر يتسبب بالتهاب الدماغ، أما تناول كميات أقل من السكر يؤدي إلى الاحتفاظ بذاكرة أفضل. خفض تناول الحلويات يساعد على استقرار السكر في الدم طبعا، ما يؤدي إلى تحسين المزاج العام ومنح طاقة أفضل للجسم. قد تجعلك علبة أوريوس تشعر بارتياح لحظتها، لكنها قد تسبب القلق لأن تناول السكريات يؤدي إلى تقلبات غير منتظمة في جلوكوز الدم. كما أن تناول كميات كبيرة من السكر تغير من ميكروبات الأمعاء، ما يؤثر بدوره على صحة العقلية ويزيد القلق. وأخيرا تناول الاستهلاك المفرط طبعا للسكر يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ، فيما تقليل السكر يؤدي إلى نوم أقل وراحة وتجديدا. الآن عودة إلى ريم. شكرا لك يا ريان. رحب في الاستوديو باستشارية الغدد الصماء والسكر الدكتورة غادة بلان. نسعد صباحك دكتورة غادة. صباح الخير. يعني يبدو أن هناك تخوف عالمي من السكر، وطبعا أكيد له أضرار كثير، ولكن هناك أنواع للسكر، ما هي هذه الأنواع وإيش الفرق بيناتها؟ في أنواع من السكر أكيد. نحن بنحكي بشكل عام عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هن أنواع السكر بشكل عام. في الكربوهيدرات البسيطة أو simple carbohydrates والكربوهيدرات المعقدة. نحن اليوم حديثنا عن simple أو الكربوهيدرات البسيطة، يلي هي السكر البسيط يلي مكون من وحدة سكر وحدة أو اثنين. يعني السكريات الأحادية والسكريات الثنائية. هالسكريات رح أذكر بعض الأسامي لأنه كتير الناس تسمعها. عندنا مثلاً الجلوكوز الموجود بالقمح والذرة، عندنا الفركتوز الموجود بالفاكهة، الجالاكتوز الموجود بمشتقات الحليب، المالتوز موجود بالبطاطا الحلوة، موجود في كل الأكل تقريباً، اللاكتوز موجود كمان بمشتقات الحليب، والسكروز هو سكر الطاولة المستخرج من قصب السكر أو الشمندر. هذا السكر أكيد موجود بكتير أكلات. نحن كتير مهم مصدر هالسكر من وين؟ كل ما كان المصدر طبيعي أكثر، مثلاً سكر موجود بالفاكهة، لو كان نفس النوع هو غير مركز، منه موجود بكميات كبيرة ومعه ألياف، الألياف بالفاكهة بتخلي امتصاصه بالجسم تكون بطريقة صحية أكثر. بينما السكر بالحلويات هلأ بنحكي أكثر، مركز أكثر بكثير وأنواعه أكيد ضارة. ضارة أكثر. طيب خلينا نتكلم كمان عن، إحنا نعرف إنه الدماغ يتغذى على سكر الجلوكوز، صحيح؟ صح. ولكن هناك قد يكون رد فعل سلبي وتأثير سلبي إذا زاد هذا السكر للدماغ تحديداً. صح. أول شيء رح أعرف نحن ليه بناكل. هيدي شغلة كتير مهمة لنعرف نحن ليه بنطلب سكر. كل الأوامر بتجي من الدماغ.
في ثلاث مراكز بالدماغ بتخلينا ناكل. اول مركز هو مركز الجوع او الهانجر سنتر يلي بيقلنا انه انا جعانه لازم اكل، وهو تحت تاثير هرمونات كثيره اسمها هرمونات الجوع وهرمونات الشبع. المركز الثاني هو مركز اللذة أو الهيدونيك إيتينج، مختلف عن مركز الجوع. وقتا نحن بناكل لأن جرانين، لأن زعلانين، لأن معصبين، هيدا منه جوع، هيدا بدنا لذة عم نشتهي شيء، جوع عاطفي 100% ايموشنال إيتينج. وهو تحت تأثير الدوبامين يلي حكينا عنها، يلي هي مثل نوع هرمون بتخلينا نطلب الأشياء اللي بتعطينا لذة، وتحت تأثير مواد أفيونية بتعطينا هالشعور لما نحن ناكل سكر. والمركز الثالث هو الأقل قوة للأسف، هو مركز الإرادة والقرار الشخصي لأنا أقرر إذا بدي أكل أو لا حتى لو أنا جعانة. مزبوط. طيب الآن ليش جات فكرة إنه الناس يبغوا يقطعوا السكر؟ يعني ذكرتي إنه هو يعني بيلمس هرمونات السعادة عندنا وليه فوائد أكيد في الجسم، لكن ليش الناس جات بفكرة خلونا نقطع السكر وخلونا نسوي هذه التجربة؟ إيش الفائدة اللي راح تعود على الجسم؟ المشكل أنه السكر مثل ما قلت بتركيزات كبيرة ومن مصادر غير صحية، عنده تأثيرات كبيرة على الدماغ انذكرت. أهمها هو التأثير، صحيح هو إيجابي وبيعطينا شيء حلو الدوبامين، بس كترة السكر بتأدي لعدم انتظام بإفراز الدوبامين وبيصير بدنا أكثر وأكثر. مشان هيك السكريات تعتبر مواد بتأدي لإدمان، لنوع من إدمان، وهون بيصير الخلل، بنصير نحن نطلب أكثر وأكثر ومنعرف مضار السكر بكمية كبيرة. زيادة أنه السكر كمان بيؤدي لخلل بالمايكروبيوم. المايكروبيوم هو البكتيريا النافعة الموجودة بالجهاز الهضمي، تبعت إشارات على الدماغ، بنرجع دايما على الدماغ، وبتخلي نحن نحس بقلق وأرق ونوم غير صحي بعد فترة من تناول السكر. أكيد رح نحكي يمكن بعد شوي عن مصادر السكر السيئة، كله بيرجع للكمية، للتركيز وللمصدر تبع السكر. أكيد طبعاً. لازم دايما نلاقي بدائل صحية. طيب خلينا كمان نروح للفيسبوك ونشوف تعليقات المتفاعلين على سؤالنا، هل يمكن أنك تتخلى نهائيا عن السكر في حياتك؟ يقول حمزة: نعم بس الموضوع صعب شوي، لازم يتوفر السكر الطبيعي مثل الفواكه والتمر حتى أقدر أن أتخلى عنه تدريجيا. بينما منى تقول: المشكلة أن السكر ما يشمل بس الحلويات لكنه يشمل الخبز وغيره، لهيك من الصعب تركه بس في محاولة مستمرة بالاستغناء عنه. أما رشا تقول: امتنعت عنه لفترة ولقيت نفسي متعودة. حلو. أو تعلق شريهان: عادي جدا من سنين متخلية عنه. وأخيرا لجميلة رأي مختلف تقول أنه إلا بحالة جاني مرض السكر، هنا يختلف الوضع. إذا في ناس بيفكروا إنهم مجرد ما يقطعوا السكر إنه ما يحطوه في الشاي وفي القهوة هم قطعوا السكر، بينما زي ما ذكرت في البداية السكر موجود في أغلب المواد الغذائية، حتى الفواكه، حتى الخضار تحديدا، مواد إحنا ما كنا نتخيل قد تكون فيها في السكر، وبالذات الكربوهيدرات، الخبز، المكرونة، هذه الأشياء كلها موجود تتحول في الجسم إلى سكر. صح صح. مشان هيك نحن مستحيل نقطع السكر 100%، نحن لازم نروح على البدائل الصحية، يعني الفاكهة هي مصدر صحي، الخضار هي مصدر صحي، الشوكولا المر، أنا كتير بنصح الناس اللي بيحبوا الحلو، الشوكولا بحد ذاته منه مضر، هو أنتي أكسيدنت، مضاد للأكسدة، مثل القهوة. المشكلة الأشياء اللي منضيفها على الشوكولات مثل السكر والحليب وغير أشياء. المكسرات النية كتير بديل صحي للسكر. السكر الأكثر أذية هو السكر، وبدي نبه المشاهدين يقروا دايماً اللاصق على المواد الغذائية، هو شيء اسمه الكورن سيرب الانريتشد وذ فركتوز، يعني شراب الذرة. نعم. المركز بالفركتوز. لما يلاقوا هالانجريدينت، هيدا انجريدينت كتير مضر، بيؤدي لسكري، لمكونة انسولين، لدهون على الكبد، وهيدا رح تتفاجئ وين موجود. موجود باشياء ما بنتخيل انه فيها سكر. زي ايش؟ يعني موجود بالمشتقات الحليب المنكهة مثل اليوغرت، موجود بالوجبات السريعة الفاست فود، موجود بالمعلبات، موجود بالأكل المصنع البروسيست فود، موجود بالمشروبات الغازية. هذا خطر خفي موجود في أكلنا. صح. موجود برقائق الفطور يلي نحن كتير منعطيها لأولادنا ومنفكر أنه عم نعطيهم شيء صحي، بينما هي فيها سكر مركز وكتير مضر بالصحة. مارشميلوز كمان. والمارشميلوز
الكالوز، الكانديز، كل شيء ملون وفي سكر، هيدا أكبر خطر من السكر. السكر الموجود بالأكل الطبيعي نحن أكيد بحاجة له، ومستحيل مثل لأنه موجود وين ما كان نقدر نقطعه نهائيا. طب هل الإنسان الآن لو استغنى عن السكر بجميع أشكاله، سواء جيد أو غير جيد، خفي أو غير خفي، هل هذا رح يضر الجسم أو يفيده؟ على المدى الطويل إذا نحن قدرنا ننقطع نهائيا ونروح على نظام اللي هو بنسميه الكيتو، الدراسات فرجت أنه على المدى الطويل ممكن ما يكون في ضرر، أي ضرر على الجسم. حتى كان في دراسات خايفة من ارتفاع مستويات الكوليسترول عند هالأشخاص لأنه عم يأكلوا كتير بروتين وعم يأكلوا كتير دهون، كمان فرجت الدراسات أنه ما بترتفع. وممكن إذا هالشي بيتناسب مع نظام حياته للشخص وهو قادر ممكن يقدر يعمله، وأكيد عم بيكون عم يأكل سكر من دون ما يعرف، من مصادر عدة مثل الإزاز. بالضبط. دكتورة غادة بلان، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. شكرا لكم. شكرا.